السلام عليكم، قناة لطيفة المراقبة موقع لنا لطيفات، يرحب بالجميع. اليوم إن شاء الله غادي نديرو وصفة شنايك مالح بعجين كرواسون صحي. بونجور تو الموند، بيانفيني سور ما شين. اكتيفي سي فو بلي لو سو تيتراج بو بوفوار سويفر لا روسيت دو شنايك سالي افيك لا بات ا كرواسون لايت. لهاد الوصفة محتاجين العجين اللي درنا جميع واللي الفيديو تاعو غادي تلقاوه في صندوق الوصف، هو عجين مورق تاع كرواسون واللي درناه بطريقة لايت اللي هي دخلنا فيه الفرماج. هنا عندي الغوز بيف، وهنا عندي شوية الفرماج اي نوع، انا هنا عندي نوع ايمونتال. ندوزو نصوبو، غادي نطلق العجين على السمك 5 مليمتر. دائما كنطلقوا العجين من جهة الطول تاعو، ترشوا شوية الفرماج على هنا، راه دايره غير الثلث تاع العجين كرواسون. سنوصلش للجهه العليا حيت غادي ندهنها بشويه تاع البيض اللي انا مخلطاه مع شويه الخل باش ما يعطينيش النسمه، ونجي نحط الغوز بيف بهذه الطريقه ونجي نثني من هنا طريقه سهله، بحيث غادي نحصل على واحد الحربول وانا تنزير الحلقه. فندهنو الحربول بصفر البيض بالطريقه، طاوله العمل بشويه تاع البافو، وهذه اضافه اللي بغى يديرها. ندوروه فيها على الطريق، وغادي نبداو نقطعو الشنيك تاعنا. تنحطو الشنيك تاعنا فوق واحد اللاطا مغطية بورق الطبخ، وندخلوها طيب في فران يكون سخون حتى تحمر حسب الذوق. شنيك سيداتي اللي درناه بالغوز بيف وبالفرماج واللي درناه بهذا العجين الرائع تاع كرواسون الغني بالكالسيوم، تيجي رائع كيف شتي معايا. المنظر تاعو غزال والمذاق تاعو ما نعاودلكش، زوين بزاف 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 كاع. غير زعمي سيداتي وديري هذا العجين الحصري اللي انا تقسمته معاك على القناه تاعي، زعمي وجدي هذا العجين وديري هذه الوصفه وتمتعي بها انت وليداتك. الى عجبتك الوصفه جربيها وردي عليا في التعليق تاعك. الى كنت اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم، تابوناو شغلوا الجرس باش توصلوا بوصفات جديده وبنينه وناجحة 100%. وإلا كنتم من متتبعين القناة مرحبا بكم، عملوا لايك، تنتسنى لايك تاعكم. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى.